السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم بحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج مشكل بروز البطن، أي تجمع الدهون في منطقة البطن، وخصوصا أيضا في منطقة الأرداف والفخذين أيضا. أولا وفضلا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي، لا تنسي الضغط على زر الأحمر وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد القناة، وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المكونات الطبيعية التي ستعمل على نحت منطقة البطن والتخلص نهائيا من الدهون المتراكمة في منطقة البطن. فالدهون التي تتواجد على مستوى البطن هي من الدهون المستعصية والتي يصعب التخلص منها بكل سهولة، وذلك يرجع إلى الخلايا التي تتكون منها منطقة البطن. نمر الآن إلى التعرف بحول الله إلى المكون الأول في هذه الوصفة. لدينا مسحوق الزنجبيل، فمسحوق الزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية والجمالية، فهو يعمل على نحت الجسم وخصوصا منطقة الأرداف والبطن، فهو يعمل على التخلص من الدهون التي قد تتراكم في منطقة البطن، مما سيساهم بشكل مباشر في التخلص من بروز البطن، وأيضا يعمل على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، ولهذا فهو فعال جدا في إنقاذ الوزن بشكل عام في الجسم، وأيضا يعمل على تسريع عمليات الأيض في الجسم. فعمليات الأيض فهي جد فعالة ومفيدة جدا جدا للجسم، فهي تعمل على تحفيز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ولهذا فإن مسحوق الزنجبيل فعال جدا في هذه الوصفة للتخلص من دهون البطن ومشكل بروزها. فأيضا يعمل على تسهيل أو على تسهيل عملية الهضم، مما يساعد بشكل كبير في تخليص الجسم من الدهون المتراكمة ومن السمنة أيضا. أما المكون الثاني في هذه الوصفة، سنحتاج إلى مسحوق الفلفل الحار. فأيضا الفلفل الحار له العديد من الفوائد للتخلص من الدهون المتراكمة على مستوى الجسم، وعلى وجه الخصوص الدهون المتراكمة على مستوى البطن، وذلك لأنه يساعد ويساهم بشكل كبير في حرق الدهون التي قد تتواجد على مستوى البطن، مما تسبب لنا بروز البطن، وهو كذلك فعال في هذه الوصفة وجد مهم. فكل ما عليك هو أخذ الفلفل الحار وتقومين بسحقه وغربلته إلى أن تحصلين على مسحوق الفلفل الحار. أما المكون الثالث في هذه الوصفة فهو زيت الزيتون، ويجب أن يكون زيت الزيتون حر. فكما نعلم أن زيت الزيتون لها العديد من الفوائد، فهي تعمل على الرفع من كفاءة التخلص من الدهون، وذلك لأنها تحتوي على نسب عالية من الدهون الغير المشبعة. فهي أيضا يمكنك تناول كمية ملعقة على سبيل المثال يوميا إلى ملعقتين، فهي تعمل على كبح جماح الشهية، مما سيساهم في أكل كمية قليلة من الأكل، مما سيساهم في حرق أكبر كمية من السعرات الحرارية، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد ومن الدهون المتراكمة على مستوى البطن. طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة استعمالها فهي جد سهلة وبسيطة. فكل ما عليك هو أخذ ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة من مسحوق الفلفل الحار، وتضيفين إلى هذين المكونين 2 معالق كبيرة من زيت الزيتون،
ثم تقومين بخلط هذه المكونات جيدا، ثم تقومين بوضع هذه الوصفة على المكان الذي تريدين التخلص من الدهون المتراكمة فيه. وفي هذا الفيديو سنعمل على تطبيق هذه الوصفة على البطن للتخلص من مشكل بروز البطن. تقومين بوضع هذه الوصفة على البطن بالكامل على بشكل دائري، وذلك لكي تساهمي وتساعدي في دوران الدورة الدموية، مما سيساهم بشكل مباشر في امتصاص المواد الفعالة والمؤثرة جد بشكل مباشر في التخلص من الدهون المتراكمة على مستوى البطن. فهذه الوصفة فعالة جدا جدا للتخلص من الدهون المتراكمة في البطن، فكل ما عليك هو استعمالها بشكل منتظم إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة إن شاء الله. أما مرات استعمال هذه الوصفة بعد الأسبوع الأول من استعمال هذه الوصفة، فيمكنك بعد ذلك استعمالها 3 مرات في الأسبوع فقط. وبعد الاستعمال الأول ستلاحظين أن الدهون المتراكمة على مستوى البطن قد قلت نسبتها بالمقارنة مع السابق. فهذه الوصفة يصلح أيضا وضعها على مكان الأرداف والفخذين أيضا، وأيضا المؤخرة للتخلص من الدهون التي قد تتواجد في هذه المناطق، فهي فعالة جدا جدا للتخلص من الدهون في أي منطقة من الجسم. كانت هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص بك يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا بالدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.